صباح ومدريديستا، فوز جديد لريال مدريد على جلاتا سراي قربنا شوي شوي من دوري الثاني من دوري ابطال اوروبا. بس بالبدايه طالما وصلك الفيديو يا ريت تشترك بالقناه اذا ما انك مشترك، وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير وما تنسونا من تعليقاتكم اسفل الفيديو. ريال مدريد قرب شوي شوي من دوري الثاني من دوري ابطال اوروبا بعد فوز سهل كتير على جلاتا سراي المستسلم أمانة كان أمام ريال مدريد. ريال مدريد دخل هاي المباراة وما عنا بديل كنا غير عن الفوز، يعني ريال مدريد يا نفوز يا نطلع برا. باي باي. ريال مدريد دخل مع زيدان بتشكيلة هي تشكيلة اسطنبول نفسها اللي دخل فيها، اللي عم تقدم ضمانات كتير كبيرة لريال مدريد هي هذا الموسم. يعني رودريجو على اليمين وفالفيردي بالنص، هن عاطين شكل لريال مدريد الحالي. شفنا زيدان لما حب يتفلسف للأمانة بمباراة ريال بيتيس ولعب مودريتش أساسي، شفنا إن النتيجة تعادل مخيب للآمال ووسط ضايع وفريق تبع السنة الماضية. نحن ما بس كلياتنا منتبهين انه ريال مدريد هذا الحال بده دماء جديده، بده لعيبه تضحي على ارض الملعب. هاي اللعيبه اللي بده تضحي على ارض الملعب اللي عندها رغبه انها تقدم شيء تثبت شيء، متمثله برودريجو، فالفيردي، لعيبه الشباب اللي استخدموا ريال مدريد واللي موجودين في ريال مدريد، اللي حابين يلعبوا، حابين يرقدوا، حابين يبذلوا جهد يتعبوا لهذا النادي، هن الضمان لريال مدريد الحالي. ريال مدريد بدون رودريجو، بدون فالفيردي، بدون عناصر شابة، ريال مدريد تعيس. رودريجو يعني قدم اليوم مباراة أسطورية، يعني بالنسبة للاعب عمره 18 سنة عم يلعب بريال مدريد، قادم من دوري برازيلي، عم يلعب أول مباراة مع ريال مدريد على بدوري أبطال أوروبا على ملعب ريال مدريد، ثاني مباراة بالمجمل بدوري أبطال أوروبا، بيسجل هاتريك، بيصنع جول، مباراة رح تكون بالتاريخ لرودريجو، مباراة ليش لا، مشروع نجم كبير لريال مدريد ينبنى عليه لعشر سنوات قادمة. يعني ما هو غريب انه يكون نجم قادم، ما راح نبالغ بالتفاؤل اكيد، بس اللي كل النجوم الكبيرة بينت بعمر صغير. يعني رونالدو الظاهرة البرازيلي كان عمره 18 سنة كان حديث العالم، ليو ميسي كان عمره 18 سنة كان حديث العالم، نيمار لما كان مع سانتوس كان كل الدنيا عم تحكي فيه كان 18 سنة. فاللاعب الكبير ببين من لما بيكون صغير، يعني ما في داعي يكون يوصل لل 25 26 سنة حتى نقول عنه صار نجم. ريال مدريد استغل هذا الناحية. رودريجو السنة الماضية كان عندنا فينيسيوس وما زال موجود للأمانة، كان بيعمل كل شيء إلا النهاية الجيدة، يعني إنه يقدر يسجل جول. اللي بيميز رودريجو إنه قادر يسجل جول، إنه قادر يلعب اليمين، قادر يلعب اليسار، بالعمق، بيخترق الدفاعات، بيتبادل مراكز، بيسدد، بيشوف باليسار، بيشوف باليمين، حتى بالراس شفنا اليوم سجل باليمين، باليسار وبالراس وصنع جول. يعني هو أفضل لاعب في المباراة، مان اوف ذا ماتش، بالإضافة لبنزيما. بنزيما التحركات، وبنزيما الرغبة، بنزيما الشغف، بنزيما اللي اليوم حطم رقم دي ستيفانو، سجل 50 هدف مع ريال مدريد، وصار هو ثالث هداف بتاريخ دوري أبطال أوروبا، يعني بعد صناعة رودريجو هدف الأول وصناعة كارفاخال الهدف الثاني. المباراة ما بينحكى فيها كتير لأنه جلاتاسراي ما قدم شيء على أرض الملعب، جلاتاسراي كان مستسلم كتير يعني بالملعب، لعيبته تقيلة بالملعب، ما عندهم رغبة يلعبوا، ونحن عم نلعب مع أضعف دفاع، أضعف هجوم في أوروبا، ما قدر يسجلوا ولا جول لليوم بدوري أبطال أوروبا. فما رح نبالغ بالفرحة لأنه ريال مدريد وزيدان تحديدا عودونا مباراة فوق ومباراة تحت، فنحكي عن مباراة مباراة بالتحديد. يعني مباراة اليوم كانت جيدة، مباراة بيتيس من يومين كانت سيئة، يعني ممكن مباراة أي بار الجاية تكون كارثية ما حد بيعرف. بس اللي شفناه امبارح في بوادر تحسن، زيدان عم يشتغل على العيوب اللي شفناها بمباراة بيتيس. يعني فالفيردي أساسي على حساب مودريتش لأنه فالفيردي بيريح خط الوسط، بيريح كروس، شفنا كروس عم يسدد، شفنا كروس عم يقرب لقدام، عم يدخل على العمق، شفنا كاسيميرو مرتاح.
فالفيردي بيضحي بدنيا، بيركض، بيدافع، بيهاجم، بيمرر. مودريتش معناه انه سيء. مودريتش العمر ما بقى يخدمه يعني للامانه، يعني مودريتش عمره 35 سنه، انيستا من 3 سنين عم يلعب بالدوري الياباني 32 سنه، تشافي صار له 5 سنين بقطر. يعني اللعيبه اللي من جيله يعني معتزله الملاعب الدوليه والملاعب الاوروبيه والميادين العالميه، يعني ما رح نحكي عليه اكثر من هيك. يعني مودريتش اخر نص ساعه اوكي جيد، اكثر من هيك حرام عم تظلمه وعم تظلمنا. يعني بتمنى من زيدان ما بقى يجامل اللاعب الجاهز يلعب على ارض الملعب. يعني اليوم رودريجو عم يلعب اساسي لانه بيل غايب، لانه بيل لما كان يلعب اساسي كان رودريجو ما يلعب. فما بتمنى يعني بتمنى انه لما يرجع بيل انه ما يكون على حساب رودريجو، يعني ما الاسم هو اللي يلعب، اللاعب الاحق هو اللي يلعب. رودريجو عقله بالملعب، دمه عم بالملعب، عم يلعب على للريال، للروح، للشغف. بيل عم يلعب وعقله بالغولف، بيل عم يلعب وتأدية واجب، بيل عم يلعب وهو آخر همه ريال مدريد للأمانة. وهو حكى إنه فقد الشغف بكرة القدم، يعني فليش حتى يكون أساسي بريال مدريد لاعب لا بنحبنا لا بيحبنا ولا بنحبه، يعني كزيدان وكإدارة. يعني خلص ينتقل بالانتقالات الشتوي وياخد فرصة كاملة رودريجو، يرجع خامس للملعب. اللعيبة اللي بتحب ريال مدريد هي اللي تلعب، لأنه هذول اللعيبة هن اللي راح ينتشلوا ريال مدريد هذا الموسم. بدنا تكون هاي المباراة أنا يعني هي خطوة كبيرة للأمام للتأهل لدور الثاني، كتاني كمركز ثاني أكيد، لأنه باريس سان جيرمان حسم التأهل كمتصدر. بس أنا بتفائل يعني لما بالفرق اللي بتأهل بصعوبة على الدور الثاني، يعني شفنا إيطاليا 2006 بشق الأنفس تأهلت على الدور الثاني بكأس العالم وأخذت كأس العالم. ليفربول السنة الماضية تأهل بشق الأنفس على الدور الثاني وأخذ دوري أبطال أوروبا. فريال مدريد تأهل بشق الأنفس على الدور الثاني، وليش لا حتى ما ناخذ الرابع عشرة، ونحن سيد من لعب بهي البطولة. نحن سيد دوري أبطال أوروبا 14 رح 13 لقب إن شاء الله، 14 لقب على الطريق. زيدان لما بيكون متعسر بالدوري وبالدوري ابطال اوروبا بالبدايات، النهايات بتكون سعيده ان شاء الله، خطوه كبيره ان شاء الله للتحسن. متفائل برودريجو بفالفيردي، متفائل انه زيدان يكون عنده شويه مرونه اكثر مع اللعيبه مع خططه، ويتقبل انه احيانا عم يغلط اغلاط جسيمه بالمجاملاته. بتامل انه تكون بدايه الرابعه عشره وما في شي بعيد، وهلا مدريد.